انا عايزه اتكلم مع حضرتك في ملفات كتيره او في نشاطات كتيره كانت لمجلس الوزراء، بس انا هاخد من كلام حضرتك كلمه العهود السابقه هبني عليها الملف القادم. يمكن من الملفات اللي لم تكن تتصدر اولويات الحكومه ابدا في العهود السابقه ملف البيئه. نعم، شفنا انتشار لتلوث، شفنا تجريف للأراضي الزراعية، غيرها من عوامل كتير أو عوامل قبح كتيرة ومختلفة. يمكن الأسبوع ده احنا شفنا وزيرة البيئة ووزيرة الهجرة زاروا قرية صفت التراب الغربية، نموذج للتوافق البيئي. التطوير ده حضرتك شفته ازاي وازاي ممكن يحصل وعناصره تحديدا استاذ عبد اللطيف حضرتك تابعت الفكره كلها ازاي؟ نعم شوفي، هذا الموضوع في غايه الاهميه والخطوره في نفس الوقت. ليه بقى؟ انا عايز اقول لحضرتك ان المعايير في العالم لتنقل راس المال، يعني تدفقات الاستثمارات الاجنبيه في اي دوله، اصبحت الان مرتبطه بمعايير مختلفه، منها مثلا على سبيل المثال معايير البيئه. البيئه بمعنى ايه؟ البيئه ان اذا كان واحد، والدول على فكره الاوروبيه لا تسمح لشركاتها بالاستثمار في بعض المناطق مثلا، يقول لك ليه؟ بسبب معايير البيئه. معايير صحيح. البيئه لابد من محافظه على المحافظه على البيئه، وده اصبح دلوقتي احد مقومات الاستثمارات وجذب الاستثمارات صحيح. من الخارج. ثانيا، لما بتطوري منطقه فيما يتعلق بالبيئه على سبيل المثال، ده معناها ايه؟ معناها انك بتحافظي على الصحه العامه. الصحه العامه بمعنى انه بيتراجع الاعباء التي تقدمها الحكومه للمواطنين فيما يتعلق بالعلاج والصحه. لو المواطن سليم صحيا ده ما بيكلفش الدولة كتير فيما يتعلق بالصحة العامة مثلا على سبيل المثال، ولكن في حالة انتشار الأمراض أو تلوث البيئة أو خلافه، ده بيؤدي إلى تحمل الدولة تكاليف فيما يتعلق بصحة المواطن. ده من ناحية. من ناحية تانية هو المظهر العام يا جماعة، إحنا بقينا متكدسين في القاهرة الكبرى مثلا على سبيل المثال، فما بالك لو خدت معايير البيئة مع الزيارة التي قامت بها وزيرة البيئة ووزيرة الهجرة، تاخدي في نفس الوقت وفي نفس السياق وفي نفس الأهمية أيضا المبادرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق مثلا باستخدام الوقود النظيف، استخدام الغاز الطبيعي، وده برضو من عناصر المحافظة على البيئة، إن يعمل عملية إحلال وتجديد لكافة المركبات مثلا على سبيل المثال، والتحول من الوقود التقليدي إلى الوقود مثلا سواء كان غاز طبيعي أو حتى المراحل القادمة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية. ده معناها إيه؟ معناها أيضا المحافظة على البيئة. ثالثا، المحافظة على البيئة معناها أيضا في نفس المكان إن الدولة لا تتحمل أعباء كثيرة فيما يتعلق بملف الصحة زي ما حضرتك كمان قلت. طيب